السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة احنا هنعمل خضار مشكل في الطاجن. الاكلة دي طبعا خفيفة جدا، بستعمل فيها كوسة وجزر، بطاطس، فلفل رومي، بحط بصل وتوم، معايا معلقة سمنة هنا ومعلقتين زيت ذرة، كوبايتين طماطم، في عندي معلقة بهارات، معلقة فلفل اسود والملح. انا بحط الخضار المشكل مع بعض لان في ولاد طبعا ما بياكلوش الكوسه لوحدها، فلما بيتقطع وبتعمل في الطاجن مع بعض بيبقى جميل، وما بيقدروش ينقوا طبعا الكوسه من الحاجات التانية، فدي بتبقى جميله جدا للولاد اللي مش بيحبوا الخضار. هقطع الجزر والبطاطس والكوسه واجهزها وهنشوف هنحطها في الطاجن ازاي. انا قطعت البطاطس مكعبات والبصل شرايح، التوم بسيبه صحيح مش بفرمه، الكوسة والفلفل والجزر قطعتهم، الفلفل بعمله رفيع، بقطعه رفيع، وهنبتدي نحطه في الطاجن دلوقتي. اول حاجة بعملها ان انا بنزل بالبصل والتوم مع بعض، وبحط عليهم الملح والبهارات والفلفل، ببتدي ان انا ادعكهم شويه عشان ميه البصل تطلع، ده بيدي طعم احلى من ان انا ايه اسيبه كده يعني. وبعدين بحط بقيه الخضار عليه، بحط البطاطس، بقلبه كله عشان يشرب الملح والفلفل، وبعدين الطماطم اخر حاجة، كده انا قلبت كله مع بعضه. السمنة والزيت الذرة بتاعي بحطه كده على الوش، انا ما بحط الشوربة ولا مية، بسيب طاجن يستوي، مية الخضار بتنزل طبعا مع الصلصة اللي فيه، هغطيه بالفويل وادخله الفرن يغلي، طبعا بحطه في الفرن، فرن البوتاجاز تحت خالص على الصاجة اللي تحت علشان يستوي اسرع، يغلي بسرعة، وبعد كده بنقله في الرافل في النص بعد ما احس انه دخل على سوا. انا هقفل عليه بالفويل كده كويس وهدخله الفرن، وهشوفه اول ما يدخل في سوا هشيل الفويل من عليه وانقله على الرف الوسطاني علشان يعمل وش. طبعا قبل ما يعمل الوش ده انا عندي لحمه مسلوقه بحطها مع الخضار على الوش، بتحمر مع الخضار، بيبقى طعمها جميل قوي لانها بتشرب الصوص الصلصه اللي موجود فيه، وبيبقى طعمه جميل جدا. وده شكل طاجن الخضار بعد ما خلص، حطيت على وشه لحمه ودخل الفرن، اللحمة احمرت عملت وش مع الخضار، شكله جميل جدا. والهنا والشفا.